السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر إلى التمرين رقم 4، دائما مع نفس الموحد المحلي. إن كما جاء في النص، المثلث EFG هو مثلث قائم الزاوية في الرأس G، أي في هذا الرأس هذا كما تشاهدون أمامكم. أيضا لدينا المسافة AE هي 4، المسافة AF هي 6، ست وحدات إذا أردتم. المسافة OB هي 5، المسافة BG هي 3، وأخيرا المسافة AB هي 3. المطلوب هو أن نبين أن المسافة FG تساوي 6، بمعنى هنا يجب تطبيق مبرهنة فيثاغورس المباشرة، مادام المطلوب هو نبين أن المسافة FG تساوي 6. إذن باعتبار مثلث EFG قائم الزاوية في الرأس G، إذن كما قلنا EFG قائم الزاوية في الرأس G، إذن باستعمال مبرهنة فيثاغورس المباشرة، فالوتر أس 2 يعني EF مربع تساوي EG مربع زائد FG مربع. إذن لنكتب هذا EG مربع زائد FG مربع. إذن إذا لاحظنا هنا لدينا FG، إذن نكتب FG مربع تساوي EF مربع ناقص EG مربع، وبتعويض كل من EF و EG بقيمتيهما. إذا لاحظتم أن EF هي مجموع 4 و 6، أي EA زائد AF. لماذا؟ لأن النقطة A هي نقطة من EF. إذن لنكتب FG مربع تساوي 4 زائد 6 هي 10، إذن EF أس 2 هي 10 أس 2. نفس الشيء بالنسبة لي EG، EG هي EB زائد BG باعتبار أن النقطة B هي نقطة من EG، إذن نحصل على 5 زائد 3 التي هي 8، أي EG مربع هي 8 أس 2. إذن لنكتب FG أس 2 بعد تبسيط هذا الفرق، يعني 10 أس 2 ناقص 8 أس 2، نحصل على 36، والعدد 36 كما تعلمون هو مربع كامل، أي يمكن كتابته على شكل مربع للعدد 6، وبالتالي يمكن القول أن FG تساوي جذر مربع العدد 6 مربع التي هي 6، أي FG تساوي 6. وهكذا نكون بينا بأن المسافة FG هي 6. إلى هنا نترككم ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.